أن تفتقر مدينة البطحاء إلى المستشفيات والمشاريع الخدمية الرئيسية، لأن غياب الرقابة حول القضاء إلى مأساة. عندنا حالات إصابة هواية، عندنا مستشفى ما عندنا مستشفى الولادة. ولادات عندنا حالات تصير نروح اما للقضاء الخضر اللي تابع للمثنى واما نروح للناصريه. لا خدمات، لا شارع، صار لنا الله وكيلك، يعني صار لنا بالعشرين سنه. البطحه تمثل البوابه الغربيه لمحافظه ذي قار العزيز، وطالها الحرمان والنسيان من 2003 الى حد هذه الفتره، فالواقع الخدمي جدا مترجي. ويحتاج له بتعبير أهل الخدمات وبتعبير المواطنين صولة من التخصيصات، أنه تتوجه أنظار المحافظة التخصيصات تكون كافية لانتشال القضاء من هذا الواقع المريض.